نبقى مع الجزائريين وقصصهم في بلاد شنقيط. وخلال مكوثي هنا زرت مطعما ومقهى يملكه جعفر وهو من مدينة البويرة. جاء منذ سنوات إلى هنا واستثمر بعضا من أمواله. وكم من سنة وترك لعب جعفر؟ 13 سنة. يروي لنا قصته وكيف جعل من هذا المكان ملتقى للجزائريين والموريتانيين. الناس اللي يجي لهنا لا بليبار لا التجار اللي يجيو هنا جالي تقريبا التجار ولا دي باساجي هذا هما اللي يجيو هنا. يعني معظم الجزائريين اللي يمروا على العاصمه نواقشط يجوا عندك هنا لا بليبار. وانت هذه الفكره كيفاش حتى جاتك هنا باش جيت نواقشط؟ والله ما هي فكره ما هي شيء، جات وحدها اللي باغي يخدم لهنا كاين خدمه. ملاح باغي انفيستي في انفيستاسمون بلاد فيارج ماهيش ولا انا ما كاش مشاكل ما فيهاش صعوبات لا في التجاره لا في حتى حاجه ما فيهاش صعوبات. اللي باغي يخدم الطريق راهي مسرحه. اي ان شاء الله غير يكملوا القدره هذا تعود خلاص موريتانيا تعود واحد ماشي متزير للوار. بعض العاملات هنا تحدثنا عنه بالخير نظرا للصفات الحميده التي يتميز بها مثله مثل اي جزائري اخر. انا صافيه بنت موريتانيه اشتغل هون من شي يعني اسبوعين مع الاخ الجزائري جعفر. يعني في يوم كان بدي شغل كنت جايه على طول طريق ادور شغل وفجاه مريت من هنا يعني رحت بس فكرت ارجع. لما رجعت لورا دخلت سالت عن صاحب المحل اشاروا لي عليه اجيت سالته يعني سالته كان والله كان كنت محتاجه للشغل. دخلت سالته قلت له ايش عندك يعني في عندك مكان تشغلني يعني نظر علي هيك حسيت بامل. قال لي ايه والله فرحت من يوم ما جيت هون والله ما شاء الله كل شيء تمام الحمد لله ولا يوم حسيت في شيء يعني ناقصني ولا في شيء كدر على خاطري. الشغل تمام كله زين وهو الحمد لله رجال يعني طيب ومنيح ومعاملته طيبة وما شاء الله نحن والجزائري أصلا إخوان زينا زيهم يعني.